ذكر الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين بابا بوب بابا، وهذا الباب في أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يغضب لنفسه، وإنما كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله. وذكر النووي رحمه الله في ذلك في هذا الباب ذكر مجموعة من الأحاديث، منها حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه لما شفع للمرأة المخزومية، وذكر فيه غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إلى آخر الحديث. ومن الأحاديث التي ذكرها في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها كان لها غرام، الغرام ده يعني زي الستارة وفيه تصاوير، يعني قريب من الستارة وقريب من ما يعلق على الجدار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه التصاوير، قالت عائشة رضي الله عنها: فمزقه النبي صلى الله عليه وسلم، مزق الغرام وطمس الصور، وقال: يا عائشة، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وذكر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه لما أم قومه فأطال بهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج شابان من الصلاة أو رجلان فصليا ثم انصرفا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: أفتان أنت يا معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فذكر هذه الأحاديث في بيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله، ولا يحابي في دين الله ولا يداهن صلى الله عليه وآله وسلم. الأيام دي في موضوع شغل الساحة والكثيرون يتكلمون فيه، وهو موضوع زيارة رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية إسماعيل عثمان، ومعه إمام من أئمة الحرم خالد الغامدي إلى الكباشي اللي هو عبد الوهاب الكباشي من الصوفية. فالموضوع ده أثار شنو؟ أثار جدل، والناس بدت تتكلم فيه. وهذا كما بوب صاحب كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، وتكلم في كتاب التوحيد لما ذكر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري ومسلم، قال: لا تبشرهم فيتكلوا، في نهاية الحديث. ذكر من المسائل كتمان العلم للحاجة، أحيانا العلم يكتم للحاجة، هذا العلم الحق والعلم الصحيح أحيانا يكتم للحاجة، فكيف بفعل باطل كالذهاب إلى هؤلاء الناس وفيه من الشر ما فيه وفيه من المفاسد ما فيه؟ وأنا المسألة ما دار ناقش نقاش عاطفي ولا نقاش من منطلق معين، لأنه نحن ذاته مصنفون لكن أنا دار ناقش نقاش علمي، والناس تخرج منها بالفوائد، بفوائد تستفيد منها. الناس قالوا بعد دخل الصوفية والجماعة ذين اجتمعوا أو قربوا يتلموا، الناس يا ناس البلمة التوحيد، إذا الناس اختلفت في التوحيد ما في اجتماع. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. البجمع الناس التوحيد، قال الشيخ صالح الفوزان
في تعليقاته على شرح العقيدة، على شرح السنة للبربهاري، قال: والذي يجمع الناس التوحيد. واستدل بقوله تعالى من سورة آل عمران: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته شنو؟ إخوانا. المجمع الناس أن يتوجه العباد بقلوبهم وأعمالهم وظواهرهم وبواطنهم إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أنا زول بقول للناس نادوا الله، مش أنت سلفي أي قل للناس نادوا الله أي أيوة ليه نادي الله؟ قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إلى آخر الآيات والأحاديث التي في الأمر بالدعاء. الصوفية البرعي في كتاب ديوان رياض الجنة ونور الدجنة بيقول: إن ناب خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. إن ناب خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. طيب بتاع القادرية البرعي ما سماني، بتاع القادرية إسماعيل محمد سعيد البغدادي القادري في كتابه الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية بيقول: مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة، إلى أن قال: وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة. هناك أحمد الطيب البشير في كتاب أزايا الرياض، والكلام ده نقل عنه البرعي في كتابه ليك سلام مني من صفحة 40 لـ44، قال أحمد الطيب البشير كما في كتاب أزايا الرياض، قال: في واحد اسمه أبو بكر الجميعابي. أنا دار أوريك هل ده بيجتمعوا؟ زول بيقول نادي الله، طب قول نادي الشيخ. ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال في واحد اسمه أبو بكر الجميعابي، قال أخذ علينا الطريق، ده أحمد طيب البشير، وبنقول البرعي في كتاب لك سلام مني وآخر الطبعات اللي أنا مرت بي في يدي، طبعة سنة 2003، يعني قبل يموت البرعي بسنتين، عشان ما يقول لك كذبوا عليه وبعد مات ولخبطوه، يا هذول لخبطوا وكذبوا، وده حي عديل. والكلام ده متابعه وجمعه واحد اسمه عبد الرحيم حاج احمد، ده حفيد البرعي، ما هذا اصلا مفر من الكلام ده، وهناك دار الاسباط مش راجعون هناك، فمش وراجع الدار السودانيه وراجع محلات الطباعه، كل الكتب هذه الكتب التي تنقل عنهم وتطبع وتنسب لهم موجودة ولها أرقام إيداع ولها من الوثائق على إثبات أنها لهم ما لها. المهم أنا ماذا أشتت الكلام، قال أبو بكر الجميعابي لما نخذ الطريق على أحمد الطيب البشير، قال: وأقبلناه على الله تعالى. الشيخ قال: أقبلناه على الله تعالى، فمات قبل أن يفتح عليه. الحوال الدخل الجديد ده أبو بكر الجميعابي ده مات قبل أن يفتح عليه. قال أحمد الطيب البشير: فما زلت أزوره في قبره وأرقيه إلى الآن منذ 16 سنة. 16 سنة قال أنا بزوره في قبره وبرقيه. الترقية يعني يرفعه شنو؟ يرفعه فوق. ترقية عند الصوفية تبدأ حوار، تبدأ درويش، سايب، مريد، حوار، مقدم،
ما بعرف شنو كذي ثاني بقوق خليفة وده كان بقوق ليه قال فما زلت أزوره إلى الآن وقبل ستة لو ستة ست عشرة سنة يزوره قال وأرقيه بلغ اليوم أو الآن القضبانية جوا في القبر رفعوا لحد ما وصلوا شنو القضبانية أو رفع إلى أن وصل القضبانية قال أحمد الطيب البشير هنا قال البرعي قال فمن زار قبره سبع جمع لم تأكله النار ده دين ديلس أنا بتفق معه ولك في كربك عنده بتغيثك جنده جايبين الكلام ده في جريدة الدار بيجاي صورة البرعي بيجاي صورة الصايم ديما في النص أحمد ولا الصايم ديما تحيد جايبين قصيدة البرعي وقالوا ده بلمة الصوفية البرعي ده قال أستاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير لحد ما قال في كربك عنده بتغيثك جنده أنا احنا في الكرب بنقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون وقال تعالى في سورة النمل في سورة الأنعام قال الله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون الصوفية دي مسألة الدعاء وكلام كثير فيها قماك يا علي للقدر علي مربي القوم شيخنا الجعلي الخلف الأربعة أثنوا عليه الخلف الأربعة قال أثنوا على الجعلي هذا الجعلي وين؟ الخلف الأربعة أثنوا عليه صديق وعمر عثمان وعلي ذا الأثنوا على الجعلي كلام كله مخرمج في في الليل الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي قماك يا خي ناديهم لي رجال الله البزيل البيت كلام كله باطل كلام سيء ده بجنبه تمش مسألة علم الغيب ده الناس أنا بتفق معهم والله ما يتوبوا نحن ليه ما هذا عامة الناس قاعدين نتفق معهم واحد تلقى خاص يصفته ونضحك معهم وهو عندنا لحية وحالية لكن بنحبه في الله لأنه زول موحد تلقى خاص يصفته يقول لك ده ما عنده ونين شيخ صوفية تعبانين سان ده زول أخونا وبنحبه في الله ده معصيته دي نقول المعصية دي نحن من بغضب لكن الزول ده بنحبه في الله والله يتوب عليه وأخونا في النهاية لأنه الله قال إنما المؤمنون إخوة لكن ما ممكن الله يقول في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ما واضح إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون نجوا الصوفية في كتاب ديوان رياض الجنة ونور الدجنة البرعي يقول قومات نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور لحد ما يقول منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر اجوا ناس الختمية ناس محمد عثمان المرغني ختم وناس محمد الحسن مين الختم اجوا يقولوا في كتاب النور البراق صفحة 125 يقول أنا الجليس على العرش المحيط أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا عشان ما يجي يتفلسف لك محمد المنتصر في الغناء يقول لك ألف وباء يخششك في ألف دي سنتين ما بخش باء ألف و وقال وفعل والغيب ويجيك حامد بابكر الغيب على أقسام نسبي وما نسبي وعام ومقيد يا زول عام وخاص ومطلق مقيد نسبي كله يا زول قال لك كما أحط بالغيب أحط أفهم الكلمة دي معليش كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا في كلام أكثر من كده كتاب الطبقات بتاع وديف الله ده لأس يدرسه منه قصص من الطبقات هنا بيجاي في شارع الوادي كلية التربية جامعة الخرطوم الفاتحة في أحمد شرفي وبكرة الشد بيخش في أحمد شرفي ولا مغابر تاني قال فيها الكتاب لحق محمد وضيف الله قال صفحة 116 قال الشيخ إدريس طبقات الأولياء على ثلاثة أقسام صغرى ووسطى وكبرى فالصغرى أصغر أولياء عند الصوفية قال أن يطيروا في الهواء
ويمشوا على وجه الماء وينطقوا بالمغيبات. واحد. اثنين، الوسطى، أن يعطيه الله الدرجة الكونية حيث يقول للشيء كن فيكون، وهذا مقام دفع الله ولدي، دفع الله ولده بس يقول له شيء كن فيكون. كان مشيت قدام تقول شنو؟ قال الكبرى القضبانية، وقال الشيخ بلل ولد الشيب، وقال الشيخ بلل الشيب ولد الطالب، قال شنو؟ قال اسم ابوي دفع الله هو اسم الله الاعظم. والله مكتوبه كذا صفحه 116 والطبعه 2012 قبل 4 سنوات. قال وكان اذا اراد ان يكتب حجابا يكتب فيه جميعه، كذا انا جايب لك بالنص، يكتب فيه جميعه، دي مجروره لانها بدل، قال يكتب فيه جميعه اسم ابوي دفع الله، كل الحجاب بيكتب فيه ودفع الله دفع الله دفع الله، ويلبسك الحجاب فيه ودفع الله، ودفع الله ذاته يركبه في ركشة يمكن تنقلب، ده بلاوي كلها عقائد منحرفة، ديل أنا متفق معاهم، جباب شغالة. النقطة الثالثة، زول يموت، نحن اللي بيموت فينا بندفنه، نقول الله يرحمه، ونستغفر له زي ما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، استغفروا لأخيكم فإنه الآن شنو؟ يسأل، بس لم نناديه لم نقول نادوه، ولا عندنا لو نبني له حاجة ولا كذي، عنده علم نشره الله يتقبل، عنده باطل وهو على عقيدة صحيحة الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن لم نبني له لا أفزعنا لا ألحقنا. قل لا، الصوفي الشيخ مات شالوا 4 أنفار عشان تعرف العقول، ديل أنا بمشي لهم في محلهم، شالوا 4 أنفار ودوا المقابر، اي دفنوا، دخلوا الاربعه جوا، دخلوا خدوا طوب ليسوا بطين، ردموا بتراب، ده كان حي فرفر جوا مع الكفن ده ومربوط بجنبه ما في اي طريقه تمرق، كان حي اتورطت خلاص. بعد ده امرقوا خطوتين يجيبوا طوب ابنوا قبه فوق له، امشوا خطوتين يعتروا لا نلحقنا، الاربعه شالوه وما قادر يمشي براو، ما مات، شالوا 4 مش دخلوه، كان براو بيتحرك وبيلحق، كان بعد يموت تغسلوا تكفنوا. قلت له عن قريب، قول له ابويا الشيخ هاي طبعا انت بتتحرك تتلاقى هناك نصلي عليك صلاه الجنازه، ابويا الشيخ تجي هناك، لا لا هم بيشيلوه يدخلوا جوا القبو، هنا تدخلوا ويعتروا ينادوه، اصل اللي بيفهموا شيء، وتلقاه بروفيسور وتلقاه دكتور وتلقاه واحد قاري ما حد يوصل صعد ماجستير قبل دكتوراه، واحد قرا جامعه، واحد في الاساس، وكلهم ما عندهم اساس في النهايه، اساس صحيح، كلام كله باطل، بنوا فوق القبر. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر ان ابن عمر رضي الله عنهما ان ابن عمر وذكر البخاري في صحيح البخاري المجلد الاول، قال ابن عمر رضي الله عنهما مر بقبر فيه فسطاط اخضر، القبر ده فوق له فصات شنو؟ اخضر. فقال قبر من هذا؟ قالوا قبر عبد الرحمن. قال انزحه يا غلام فانه لا يظل العبد الا عمله. قال ليش الاخضر ده اغلى؟ ده عبد الله بن عمر بن الخطاب، عقيدته منحرفه؟ عقيدته باطله؟ الرسول عليه الصلاه والسلام في صحيح البخاري قال من روايه ام حبيبه وام سلمه وعائشة والثلاثة دير رضي الله عنهن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهن ذهبتا إلى الحبشة، فلما رأيتا كنيسة يقال لها مارية فيها تصاوير وفيها قبور أخبرتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أولئك أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح، وأنا بارجب لك رواية البخاري، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره. دي بنسويها نحن ولا الصوفية؟ مش الصوفية؟ أي طيب، بنوا على قبره وجعلوا له تلك التصاوير، علقوا صورة، أصل ده مش ده سوق من درمان،
أمي شينا سوق الشعبي في محل بتاع سكر هناك. أنا مشيت، أنا شغال في موتر، مشيت هناك بنعتل في السكر، لقيت الصور بتاعت الشيخ قاعدة كاتبين زاد منو كذي ناس فلان. يا زول زاد بتاع ناس فلان يا أخي، سكر الله يديك له ويرزقك الله سبحانه وتعالى. تنسب الفضل إلى غير الله، فلان مات وشبع موت تنسب له الفضل. وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره وجعلوا له تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله، وفي رواية يوم القيامة. الصوفية يا ناس نحن ما بنتفق معاهم والله إلا يوحدوا، ونحن ما دارين نكون شنو، نقول نحن بس على الحد، وإلا تبقى معانا وإلا كذي، كان ما بقيت معانا إنت ضدنا وإن يتحزب وكذي. لا لا، يعني ذات يمكن الله يكبنا في نار جهنم، ما عندنا ميثاق من الله ولا عهد من الله، لكن بنقول إذا وحدت، وده المنهج اللي بندعو له، منهج الحق الذي لا حق إلا هو، والله تكون على التوحيد والسنة. بعد ذاك إذا حتى لو قلت أنا ما تابع لأي زول، تابع للرسول عليه الصلاة والسلام. لا يعني ما معانا، هاي ما معاكم، ما معاكم ولا مع أي زول، متابع الرسول عليه الصلاة والسلام وموحد بس. ده الله بيرحمه ولا ما بيرحمه؟ بيرحمه، ما إلا يبقى في جماعة ولا إلا يبقى في طائفة، ولا بتلزمنا به جماعة. ولك إسماعيل عثمان رئيس كن ذاته، ده ما رئيسنا، ده شوفوا رئيس ناس منه، ده ما رئيسنا، ده رئيس ناس محمد مصطفى، وخلينا تم الرد عليه أوعك تكوري. ده رئيس ناس محمد مصطفى اللي أمس جاي تكلم هنا، وأنا بوريك الزول ده خلافنا معاه في شنو، ما تبديوط. بس لما نتم الكلام، ليه أتم الكلام؟ لأنه يا ناس الرد على المخالف على قسمين، في رد على ناس من أهل الباطل، من أهل البدع، من أهل الشرك بعضهم، ده يرد عليه ويبين حاله ويكشف ويحذر منه، ودي ما فيها خلاف بين أهل الحق، ولا كيف؟ ترد عليهم. قال الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، فقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. الله بقول قالوا وبرد عليهم، وبقول بيقولوا بعدين: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم والتي كانوا عليها، قل لي بعد رد: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فنحن ردينا على الصوفية دي المنتهين كذي. طيب، في رد على ناس بينتسبوا لأهل السنة، سواء كانوا هم مخالفين لمنهج أهل السنة أو ينتسبون زورا وكذبا وبهتانا وهم من أهل البدع، أو سواء كانوا أو كانوا من أهل السنة. لو كان من أهل السنة ذاته وعالم من علماء أهل السنة، عديل وعالم حق وعلى المنهج الصحيح، قال باطل أو وقع في خطأ، قال الشيخ سليمان الرحيلي دكتور هناك في جامعة المدينة، خلي كلام الشباب ترى يبلغ كلام علماء، قال الخطأ على قسمين: خطأ لازم وخطأ متعدي. الخطأ اللازم ده خطأك بينك وبين الله تعالى، ده الزول بناصحه سرا براه وسلام عليكم وعليكم السلام، انت يا اخو وقعت في الخطأ الفلاني وتوب الى الله منه، انتهى الموضوع، نصحته. في خطأ في الملأ، ده يرد على صاحبه في الملأ لأنه انتشر، قال: لأن الخطأ هنا ترتبت عليه مفسدتان، مفسدة للمخطئ ومفسدة للذين نشر بينهم الخطأ، شكله ترد عليه شنو؟ في الملأ. طيب الدليل شنو؟ انتهى كلامه. الدليل في البخاري أن رجلا قام فخطب في قومه فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت. نصحوا في الملأ،
بئس خطيب القوم أنت، قل من يطع الله ورسوله فقد رشد، دي صحيحة، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. ما تجمعهم في شنو؟ ما تجمعهم في ضمير واحد، ما تقول ومن يعصيهما الله والرسول عليه الصلاة والسلام، لا، قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. طيب، الرد على أهل السنة ذات من أهل السنة، إذا واحد ناقشك قال لك يا أخي يمكن ها ده ما شيخ، ده مما قال الصحابة اقتتلوا في السلطة، ما شيخنا ولا بنعرفه، من ناحية مشايخ مشيخ بنعرفه رجل بيتكلم وكل يوم بيتخبط وكل يوم بيجيب مسألة جديدة وكل يوم يخالف أو كل مرة يخالف منهج السلف. وأنا بديك الأمثلة عشان ما يكون كلام هتر زايد، ولا دار شتم ولا دار نبذ ولا دار نتعامل بحظوظ نفس ولا غيره، مسائل دينية نبين فيها الحق. طيب، قبل مسألة محمد مصطفى، في كتاب التعليقات على العقيدة الطحاوية للإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، بيسموه بها كم تسمية، مرات يكتبوا العقيدة الطحاوية ويجيبوا تعليقات وتعيد. طيب، علق على الطحاوي، الطحاوي مبتدع ولا إمام؟ مش إمام؟ ما فيه كلام؟ آه. طيب، وعلق والتعليق ده نشره في الناس، معناه الرد شنو؟ منتشر، منتشر. طيب، قال قول الطحاوي، نريد لك كلام الطحاوي صاحب الطحاوية، كلام ابن باز رحمه الله تعالى، قال قول الطحاوي والناس في أصل الإيمان سواء، والناس في أصل الإيمان سواء. طيب، ابن باز تحيط علق قال هذا الكلام فيه نظر بل باطل، الكلام ده شنو؟ باطل، لأن الناس متفاوتون في الإيمان، منهم من إيمانه قوي ومنهم من إيمانه شنو؟ ضعيف، إلى آخر الكلام. يعني إيمان أبي بكر الصديق ما زي إيمان زول مننا الليلة وبيشرب خمرة وغيره وغيره. فالإنسان كلما أطاع الله زاد إيمانه، وإذا عصى الله نقص شنو؟ إيمانه. فالإيمان درجاته، له درجات ودرجاته متفاوتة. طيب، في زول قبلي من إباز، أنا جبت لك بس مثالين للزمن، الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، مش عالم من علماء السنة وعالم من السلفيين. آه. طيب، ابن كثير في تفسيره لسورة البقرة عند قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يتكلم عن الصلاة الوسطى وذكر مجموعة من الأقوال. في ناس قالوا الصلاة الوسطى صلاة الصبح الفجر، في ناس قالوا صلاة الظهر، راجع الكلام ده في التفسير، في ناس قالوا صلاة العصر وده الراجع، في ناس قالوا صلاة المغرب، في ناس قالوا صلاة العشاء. ابن كثير جاب الأقوال، قالوا في ناس قالوا الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس، قالوا والعجب أن من القائلين بهذا القول الإمام الحبر البحر أبو عمر ابن عبد البر، ده عالم ولا ما عالم؟ عالم. قال بعدها وإنها لإحدى الكبر، كلامه ده قال وإنها لإحدى الكبر، إنه يخطأ خطأ زي ده. ليه خطأ؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال شغلونا عن الصلاة الوسطى، والوقت ذاك الكفار شغلوا عن صلاة شنو؟ العصر، والمقصود بها صلاة شنو؟ العصر. فإنت الرد ده، الرد شيء وبعد ذاك التبديع شيء ثاني، دي نقطة. طيب، النقطة التي بعدها، محمد مصطفى ما أخطأ خطأ عادي، ده خطأ بيمرق الزول من أهل السنة ذاته مرة واحدة، وما نحن اللي بنبدع، أنا شخصيا ما أنا اللي ببدع. إذا في عالم من العلماء قال فلان مبتدع وفلان أتى ببدعة، ده بنحكم عليه نقول مبتدع، لأنه مش كلام العالم ساي، إنه فلان ده فعلا يكون أتى ببدعة. أما أن يأتي بالباطل وأن نرد على الباطل، ده ما فيه غضاضة ولا فيه إشكال، إلا إن زول حزبي ولا زول أصلا متبع ساي ولا مقلد كما قال ابن عبد البر، والمقلد بهيمة، ما تبقى بهيمة، أنت فارقت الصوفية، فارق الإخوان المسلمين، فارق حزب التحرير والسرورية
والشيعة والشيوعيين وتجي تاني تتعصب لهذول؟ ما تتعصب له. طيب الرجل ده قال محمد مصطفى عبد القادر قال الصحابة اقتتلوا في السلطة، وقال أنا عندي مراجع عندي أدلة، والمحاضرة دي أنا حاضرة عديل بتاعت الإصابة، حاضرة عديل قدام قاعد بالجنبة دي في الصف الأول بالجنبة الشمالية، طيب من الناحية الشمالية، ودق الكتب بيده قال اتحدى السعودية، والناس سمعت الكلام ده، واحد قال له توب، قال ما بتوب عديل ما بتوب. الله قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله في سورة الأحزاب في صحيح مسلم عن ابن مسعود كان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إلى آخره. طيب ده ما نجيب معاه كثير. بعد فترة 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 بعدها قال كلام كمان قبيح مرة واحدة، قال نحن ثبت لنا، خش السي اليوتيوب شوف الكلام ده كذب ولا قاله محمد مصطفى، قال نحن ثبت لنا إنه معاوية كان يدعي أنه أولى بالخلافة وحق بالخلافة أولى بالخلافة من علي رضي الله عنه وقاتله على ذلك، ذا قال محمد مصطفى. طيب الناس اللي بيزعلوا له وليس يقعدوا يسمعوا له، وتمشي المسجد قاعدين الناس والطابق الفوق قاعدين الناس، نحن والله ما حاسينك، الكترة ما بتهمنا، كان دارين الكترة كان مجينا يا اخوان مسلمين، كان دارين الامة الناس كان خلينا الكلام في التوحيد او دارين الامة على الباطل زايد، لكن اللي بحرقنا انه ناس قدر ديل كلهم، هل يعتقدوا انه الصحابة رضي الله عنه اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ انا قبل ما اناقش لك المسألة النقاش علمي وديك الآيات والأحاديث فيها، طيب هل ديل شك بيعتقدوا انه الصحابة اقتتلوا في الدنيا اقتتلوا في السلطة؟ هل يوم القيامة لو الله وقف محمد مصطفى وقف ديل كلهم معاه، وقف معاوية هنا وعلي بن أبي طالب والله يحكم بيناتهم، هل محمد مصطفى يقدر يقول لي يا معاوية يا صحابي يا جليل انت قاتلت داء عشان السلطة؟ هل يقدر قدام الله يقول لك هذه؟ هل كلام الآن باطل أصر عليه رايه وقال لا أنا ما بتراجع أنا كذي كل يوم يأصل له، بعد شوية أسامة رضي الله عنه ما قتل ذاك عشان يعني غير على الدين ولا كذي، ما قال الكلمة دي بنصها، لكن قتله لأنه عنده ناقة وعنده شنو، كلام كلام كله ودردم دردم وين ما بعرفه، جابوا في النهاية طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن ما بتنطلع علينا شبهات إنه يقول لك هنا أفضل ناس هنا أحسن ناس، الزول ده ما بيطعن فيهم ولا بقول نحن أحسن من الصحابة، لكن قال اقتتلوا في السلطة. طيب أنا أجي أقول بخاري ده زول عابد وزول تقي وزول تمام وزول ما عنده للدنيا شيء، زول زاهد. طيب بعد يومين أقول والله كلامي في القدس ده كله صح، الزول ده زاهد وعابد وتقي ويش وزاهد وزاهد وزاهد، لكن بخاري ده اتكاتل مع أخيه عشان شنو؟ عشان السلطة، دي بتجتمع مع زاهد، زول زاهد وكاتل عشان شنو؟ السلطة. قال الله تعالى في القرآن للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، دير الصحابة والله ذاته ذكر أوصاف بليغة عجيبة تهز المسلم من جوا قلبه، قال للفقراء ما قال للرجال، قال للفقراء، لما يكون زول فقير ويمرق من بيته، زول فقير محتاج ويمرق من بيته عشان الدين، ده جانا في آخر الدنيا أتكلم فيه. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، مش سلطة، من ديارهم وأموالهم ليبتغون، الله هنا مدح في الظاهر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ومدحهم في الباطن ذاته في الباطن جوا، قال يبتغون يبتغون دي جوا، وشوف الزكاو منه البيعلم السرائر، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، ذيل المهاجرون. طيب الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم
يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم. عنده الحاجة حقته، مش حاجة ما حقته يكاتل فيها أخوه، حاجة حقته بيديها لأخيه. ولا الصحابة تغيروا، الصحابة تغيروا، الله مدحهم هنا ولا ما مدحهم؟ ومدحهم بالصفة دي يتغيروا يا محمد مصطفى، يتغيروا للناس اللي بيدافعوا عنه. قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ده القسم الثاني. القسم الثالث قال والذين جاءوا من بعدهم. في تفسير ابن كثير ديل صغار الصحابة وديل باقي الناس من الأمة من التابعين وأتباع التابعين إلى يوم الناس هذا إلى أن تقوم الساعة. قالوا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أنا أسألك بالله لما نقول فلان من الصحابة قاتل فلان عشان الصفة، أنت ما بتشيل غل في نفسك؟ على الأقل مكانته ما بتشيل في نفسك؟ يا أخي ده كذب على الصحابة. يا أخي الصحابة سألوه معاوية في سير أعلام النبلاء، سألوه قال أنت قاتلته عشان الخلافة؟ عديل كذي قاتلته عشان، قال إنما أريد دم عثمان، اذهبوا وقولوا لو يقتص من قتلة عثمان. صحابي كذاب سألوه معاوية عديل أنت قاتلته للخلافة؟ لا لا هو حق بها ما قاتلته عشان داير دم عثمان، اقتص من دم عثمان. وعلي بن أبي طالب ما قال أنا ما دار اقتص من دم عثمان رضي الله عنه، وإنما يريد أن يستتب الأمر، أن يستتب الأمر بعد ذاك ثاني شنو يقتص ويطبق الحدود. أنا أرجع مرة ثانية، قالوا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. طيب شكاية الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. لما نقول لك الصحابة وما حدث بين الصحابة لا خلاص أنت تسكت. بس ليه تسكت؟ لأن الرسول مدح الطائفتين وقال عن الحسن رضي الله عنه إن ولدي هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين أو من المسلمين إلى آخره. بل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الذين عرفوا بالزهد وعرفوا بالابتعاد عن الدنيا قال الله عنهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وما بدلوا تبديلا معناه قبيل الصحابة ديل من بداية إسلامهم الناس ديل كانوا دارين الدنيا وكانوا دارين السلطة، ده المعنى بتاع الكلام كذي. وإلا لو كانوا ما دارين الدنيا إنت الصحابة قبيل أول ما أسلموا هل كانوا دارين الدنيا؟ هل الصحابة لما أسلموا والإيمان وقر في قلوبهم؟ أنا أديك كلام لأنس رضي الله عنه قال دخل أقوام الإسلام لأجل الدنيا فلما خالط الإيمان قلوبهم تركوا الدنيا لله تعالى. بدأ دخلون الرسول ألفهم بأموال لما دخلوا تركوا شنو؟ الدنيا. طيب بعد تركوا الدنيا والله أثنى عليهم بعد الرسول فارق الدنيا هل يتبدلوا تاني رجعوا؟ الله قالوا وما بدلوا تبديلا. كلام واضح. أقرأ كتب السنة، أقرأ شرح السنة للبرهاري وتعليق الفوزان قال وما حدث بين الصحابة لا يذكر إلا من باب الاعتذار لهم والاستغفار لهم، وذكر دليلين، الأول الآية والذين جاءوا من بعدي، والثاني الحديث إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. أرجع كتاب منهاج السنة لابن تيمية شوف كلامه إنه الكلام ده باطل، صحابة اقتتلوا في سلطة في دنيا باطل، ده كلام الروافض. أرجع الفصل بين الملل والنحل لابن حزم قال ده قول خبيث عديل كده، ده قول خبيث، صحابة اقتتلوا في دنيا في سلطة. يا أخي دي الناس مدحهم الله وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي موت في الوطن العرش بيهتز زي سعد رضي الله عنه وبإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي زي أسيد بن حضير
نقرأ القرآن الملائكة بتنزل بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك السكينة تنزلت لقراءتك. أمش راجع رياض الصالحين، صحابة بيقفوا فوق أحد، الرسول عليه الصلاة والسلام لما يهتز الجبل بيقول أثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان أو وشهيد، على على اختلاف الروايات. كلام طويل، لكن للأسف البلد دي حتى الناس الليلة المتحزبة والمميعين الدين وغيرهم ما كان أخواننا والناس اللي بينتسبوا للتوحيد والسنة ما كانوا بيتناقشوا في المسألة دي إلا لما نطق بها محمد مصطفى. ما نعرف نقاش فيها أبدا، نقاش بين الناس القدام الجوب الدعوة دي بيكو سبب لدخوله في البلد دي، ولا الناس الجداد ما نعرف نقاش إلا الليلة. قبل أيام واحد من الدعاة كان مسجون مرض، قال لي كنت في مسجد البرير، من الدعاة قال كنت في مسجد البرير قاعد، قال ناس جابوا أكل قاعدين في الواطب ناكل، قال اثنين شابين ورا، قال قالوا هاي اتكاتلوا في السلطة، قال شابين بيدهم هاي اتكاتلوا في السلطة، قال أنا ما ملكت نفسي، قال قعدت أبكي. قال معقول يا أخي؟ نحن نقول السلفيون نسبة لمنو السلف، ونجي نقول لهم سلفنا ذاته كاتلوا، ودي كلمة قال الترابي ومحمد مصطفى في المحاضرة، في المحاضرة قال الشباب ديل اللي هو ردوا عليه في المسألة دي، وقبل ما يردوا الوقت ده قبل ما يردوا قال الشباب ديل يعني متحرجين ومتضايقين من انه الكلمة دي بيقولوها الشعبيين، وقال الشعبيون كلامهم فيها صح. أمشى أسمع كلام الشعبيين، أسمع كلام الترابي في الصحابة، الترابي قال ما حقول أن يتكاتل في الكرسي معاوية اقتل علي قاتل علي وطلحة والزبير في الكرسي وكلنا ندخل الجنة، قال ما حقول، قال ده الترابي ده قال ما قال ده ما. يا ناس اتقوا الله ربكم، والناس تكون عندنا غير للدين، الزول ده يجي المسجد ده هنا هذا الذي يسمى محمد مصطفى كنا نحبه في الله، كان يدعو للتوحيد والسنة ويحارب أهل البدع كذي، الآن كل يوم يتخبط، صحابة اقتتلوا في السلطة، بكرة قال الجندي، إذا الجندي عندنا ممثل السلطان، بعد أيام جرد عليه معالي الوزير ومناصحة في الملأ، ومش مناصحة فيها هتر ذاته، جاب لي الفنانين جاب لي ناس الكورة واستهتر، ونحن العيانين يا معالي الوزير، ونحن ونحن ونحن. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في السنة لابن أبي عاصم من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علاني وليأخذ بيدي وليخلو به، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. محمد مصطفى نحن ماشيين محاضرة هنا كلية التربية، أنا مشيت له في بيت جبناه في الطريق، بقول يا أخ في ناس دخلوا في ناس عملوا كذي من أعلى من المركز العام النازل، وأنا ما دار أذكر تفاصيل هنا لأنه قد يكون فيها أشياء مخالفة منهجية النازل، وين وين بيقع فيهم هؤلاء الناس التي الدافع هو المركز العام الواجهة السلفية أو تمثل السلفية وده التنظيم السلفي وده اللي جابوا الدعوة، ويقول إسماعيل عثمان أنا دخلت الدعوة، إسماعيل قال الكلام ده هنا إسماعيل عثمان، وإسماعيل عثمان ده لقيناه هناك في الفتيحات هناك ما بتناصحه بتردوا ساي، والله أنا لقيته في الفتيحات مربع 12 في مناسبة بتاع الزواج، الرجل ده مسكته سلام عليكم الشيخ عليكم السلام، قلت له يا شيخ انتوا ناس قدام دخلتوا الدعوة وبلغتوا التوحيد والله يتقبل منكم كلام، عشان شنو الزول ما بيذكر كلام طيب عشان يقبلوا نصيحته؟ طيب وانتوا تدعوا للتوحيد هاي، طيب يا شيخ اهل البدع ديل من اجى على السنة الشدة عليهم، قال ايه الشدة هاي على اهل البدع هاي، من اجى السلف او على السنة؟ قلت له والسلف؟ قال ايه السلف هاي، الدليل شنو؟ قال لي فقلا له قولا لينا، قال لي تلا الدليل في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا إلى آخره. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم
فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وأما الآية فقولوا له قولا لينا، قالوا له القول اللين وقالوا له القول الشديد، قالوا له القول اللين، قالوا له السلام على من اتبع الهدى، وقالوا له القول الشديد، ولا ما قالوا له القول الشديد؟ قالوا له إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، وكذب وتولى. بل الله قال عن موسى عليه السلام يخاطب فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أرجع تفسير السعدي: مثبورا مهلوكا ممقوتا إلى آخره. قالوا الكلام الشديد وقالوا القول اللين، يعني الزول تمش. أما كونه تمش لهم في محلهم الصوفية وكذي، قل لك ده من باب الدعوة. الدعوة تكتب له رسالة من إسماعيل عثمان، وما بتكتبها إنت يا إسماعيل ولا غيرك من الناس المتحزبين، والله إلا أن تتوبوا إلى الله تعالى وتصدعوا بالحق. من إسماعيل عثمان رئيس جماعة أنصار السنة إلى عظيم الصوفية الكباشية عبد الوهاب الكباشي: فإن عليك أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإلا فإن عليك إثم العريسيين الدراويش اللافين معك ويتمقدسنك وتتوب إلى الله تعالى، وإلا الذنب عليك. الله قال في القرآن: قد كانت لكم أسوة حسنة، أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. دل آمنوا بالله وحده، دل وحد الله. هذا كباشي جابون في قناة النيل الأزرق، قال من كرامات بين شغل كباشي إنه بقول لشيكم فيكون من الأشياء للدارة. ده أنا مشرف محله سايق إمام الحرم، ما بحل لك إمام الحرم لأنه ده ما ممثل الحرم براو. الحرم فيه أئمة تانين وكان فيه علماء. الحرم كان فيه عبد بن حميد بيتكلم في الصوفية في المنبر فوق. الحرم انت بتمثله بذيل. الحرم كان فيه ابن عثيمين كانوا بيجوا بسووا فيه دروس. ابن عثيمين أسي في المجلد السادس شرح رياض الصالحين أول أمس كنت بقرأ فيها، ولا أمس أول أمس بيرد على الصوفية في المجلد السادس في شرح رياض الصالحين في كتاب الأذكار وكتاب الدعوات تكلم فيهم. ابن باز يرد على الصوفية. الفوزان في كل غالب كتبه في كتاب العقيدة الصحيحة الكتيب الصغير ده ذاكر الصوفية 13 مرة في البدع في الشرك في الغلو في شرح السنة ذاكر الصوفية. وقال الصوفية كلهم على ضلال، مشايخهم مريديهم كلهم مريدوهم كلهم على ضلال. تمش لهم في محلهم ويجيبون وين نصيحتك لهم وين بيانك لهم. الليلة مشى لهم أمس أمس مشى جاب مرشدة الطريق السمانية. أنا ما عارف ده دارين يودوا للدعوة لحد وين. إسماعيل عثمان امدح الصادق المهدي، دي برضه دعوة امدح الصادق المهدي ويمدح الأنصار وجاب له كبة وذاته جوة يمكن في قلبه ومصدقة الكبة ذاته. قال وكثيرا ما كانوا يتعاونون معنا في الدعوة. أنصار المهدي تعاونوا معاك في الدعوة كذا، مش قول لهم قبة التعايش باطلة، مش قول لهم الجباب باطل، ياخذ كله لعب الدين يا أخي. احنا لا نؤمن بجماعة زي دي ولا غير تكون على الكتاب والسنة، وما بنبدعهم كأفراد أفراد فلان وفلان وفلان. في ناس من عوام عندهم غير على الدين مغشوشين لسه فيهم، نعاملهم بالتي أحسن إلى أن يتركوا هذه الباطيل التي يقولها قادتهم. وده كلام باطل وكلام سيء لا دليل له من كتاب ولا من سنة بهذا الوضع. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى. في أدلة كثيرة أنا تحاشيتها زي منو؟ كباشي؟ الكباشي ديل بيقولوا كلام قيصر ذاته، يمكن يمسك راسه اركب موتر يمشي أمريكا ويجراي أمريكا ويجراي. ديل صوفية يا شيخنا، أنت ما سمعت كلام يقبل في الصوفية؟ وسؤال زي ده يجي منك أنت يا عبدين؟ سؤال زي ده يجي منك أنت يا عبدين؟ إذا تقول لي بقيته زي قيصر سربت عشرة ما تريد عليهم قال كذا الملف ده ما تريد عليهم.